السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الثالث للطلاب الضعاف بالنسبة لتعلم الحروف من الاو لغاية التي. كان سبق قبل كده وخدنا فيديوهين، يا ريت لو حد لو انت عايز تتعلم او اول مرة تسمعنا النهاردة تدوس على حرف الاي عشان تقدر توصل للفيديوهين اللي اتشرحوا قبل كده. هنبدأ النهاردة بحرف الأو. عجبك الفيديو اعمل له لايك واشترك في القناة. هنبدأ الشرح بتاعنا بحرف الأو. ده اسمه أو، اسمه أو، نطقه أو أو. ضمة، ضمة العربي أو حرف الواو في العربي هو الأو في الإنجليزي. نشوف مثال: أورينج، 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 أورينج يعني برتقالة، أورينج يعني برتقالة. حاول أنت بقى تقرأ الكلمة دي. أوبن، أوبن، أوبن يعني يفتح، أوبن يعني يفتح، تمام. وطبعا حرف الأو من الحروف المتحركة اللي هنفصلها الفيديو اللي بعد الجاي ان شاء الله. ده حرف البي، حرف البي ده بنقول عليه البي التقيلة، بيتنطق ب ب زي الكلمة دي بي اي ان، بين، بين، بن يعني قلم جاف، بن قلم جاف. الدور عليك. بي اي ان سي اي ال، جود، بنسل، بنسل، بنسل يعني قلم ايه؟ قلم رصاص. طيب الحرف اللي بعده كيو، كيو، اسمه كيو، نطقه كوا، كوا. ودايما الكيو بتلاقي وراه يو، كيو. شوف الكلمة دي كيو، يو، دبل اي ان، الكلمة على بعضيها كوين، كوين. طيب الدور عليك انت بقى. كيو، يو، اي تي، كويت، كويت، كويت يعني يخرج، كويت يخرج. اوكي الحرف اللي بعده ار، ار، الحرف ده اسمه ار، نطقه ر، ر، زي الره بتاع العربي. برافو عليك. زي ايه؟ الره في العربي بياخد نفس صوت الره في العربي. ها شوف الكلمة دي ار، اي ان جي، رينج، رينج، رينج يعني خاتم، رينج يعني خاتم. يبقى الار ر مثال عليها رينج، رينج، تمام. ها تحاول انت معايا تقرا الكلمه دي. ار A double P I T. ها لا ما تخيل، البي بي بتتنطق بي واحدة، فننطق دي ونقول ايه؟ را بت، رابت، رابت، رابت يعني ايه؟ أرنب، رابت. الحرف اللي بعده اس، اس، اسمه اس لكن نطقه س، س، زي السين في العربي،
مثال عليها sit. sit sit يعني يجلس s-i-t sit يجلس. دور عليك s-a-t تقراها ممتاز sat sat يبقى اس ست او سات. الحرف الاخير النهارده تي اسمه تي نطقه ت ت نشوف مثال عليه تي اي ان تن 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 يعني ايه رقم 10 10 تحاول تقرا انت الكلمه دي تي اي اي الاي والاي اي مطوله تنطق اي يبقى نطق الكلمه دي ايه تي 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 يعني شاي تي يعني شاي